عند اللعب لويس. لويس عدى مر فات، العبها العرضيه، اتلعبت عرضيه جميله، لكن شوف السوليه، شوف موقع السوليه، ولكن حكم اللقاء اشار به تسب. حكم اللقاء ركله جزاء على النادي الاهلي، تسب ركله جزاء، وبدرايج صاحب القميص رقم 9 ركله جزاء على النادي الاهلي، وفرمان من حكم اللقاء باحتساب ركله جزاء، ومواجهه ما بين بدرايج وعلي لطفي، وادي هدف اول لفريق نيوبورت كاونتي، هدف اول عن طريق اللاعب بدرايج اموند. بدرايج اموند صاحب القميص رقم 9 لاعب الايرلندي بدرايج مزب. حمدي فتحي تمريره مع السليه، معلول، معلول يلعب للسليه، السليه يلعب السليه في اتجاه الشيخ، الشيخ هيصوب، هيصوب، جول 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 جول، جوه جول، هدف التعادل للنادي الاهلي. بركاتك يا شيخ، بركاتك يا احمد يا شيخ، هدف يا ولد يا ولد، ما فيش اجمل ولا احلى من كده بالقدم اليسرى. بركات القميص رقم 22 وبركات احمد الشيخ يضع هدف التعادل للنادي الاهلي. ادي الكوره اللي كنت بقول لحضراتكم عليها من بدري، كرات اللي بتتلعب في العمق، استلم احمد الشيخ وكره تخ